تعالى بقى نروح للولايات المتحدة، وإحنا يمكن هاخدك للمرة 10,000 إلى تصريحات الرئيس اللي حذر فيها وقال يا جماعة احذروا اتساع رقعة الصراع، اللي بتعمله إسرائيل هيؤدي إلى اتساع رقعة الصراع، هذا الصراع إن اتسع فهياخد المنطقة في مرحلة شديدة الفوضوية. هتلاقي إنه الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت تشكيل تحالف دولي، وكلمة تحالف دولي دي من الكلمات التي لا أحبها على الإطلاق عندما تتعلق بالمنطقة بتاعتنا خالص، لا أحب أكاد أكرهها. فقال لك تعلن تحالف تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات ميليشيات الحوثي اللي هي جماعة أنصار الله في البحر الأحمر. لازم نفهم ده بكل دقة، وهنا كل الترحيب بضيفنا العزيز عبر التليفون دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية. أهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ يوسف، اهلا سياده النائب، اتفضل. ازي حضرتك. احنا كنت ببدا المقدمه بانه طالما حذر الرئيس من اتساع رقعة الصراع وانه ده هيؤدي الى حاله فوضويه في المنطقه، وشفنا اللي عملته جماعه انصار الله او مجموعه عبد الملك الحوثي في البحر الاحمر، مما ادى الى انه الامريكان تم استفزازهم او استنفارهم فاعلنوا تشكيل تحالف دولي للتصدي لجماعه انصار الله. بتشوف المشهد ده ازاي؟ ومعنى التصريحات الامريكيه ايه؟ يعني هتودينا لحد فين؟ ايه اللي هيحصل في البحر الاحمر؟ يعني خلينا اقول انه طبعا التحالف اعلن حضرتك في زياره وزير الدفاع الامريكي لاسرائيل، ومن هناك اطلق هذه الدعوه، وهي دعوه بطبيعه الحال تحتاج الى مراجعه وتحتاج الى تفنيد لما تستهدفه الولايات المتحده في هذا التوقيت من انشاء هذا التحالف بهذه الصوره. انت لديك قوه مركزيه امريكيه كما تعلم سياده النائب تعمل في الشرق الأوسط، وتحتيها القوة المشتركة البحرية، وتحتيها ما يعرف باسم القوة 153. كل هذه التحالفات دي موجودة، والتحالفات بتعمل، والتحالفات لها دور في منطقة الشرق الأوسط. أما وإن اتجهت الإدارة الأمريكية تشكيل هذا التحالف الذي لم يضم حتى الآن دول عربية موازنة، ولم تتحرك أي دولة عربية تشارك فيه بصورة أو بأخرى، وبالتالي هنا السؤال هي موجهة إلى أي طرف؟ هل هي موجهة بالفعل إلى ميليشيات الحوثي أم لها دور آخر في هذه المنطقة التي لا تحتمل أنصاف حلول أو أشباه خيارات؟ لأنه بطبيعة الحال هذا التحالف اللي بتعلنه الولايات المتحدة بيشير علامات استفهام حول طبيعة دوره ومهامه وعلاقته بما أشرت إليه، سواء القوى المشتركة أو القوى 153، وايضا المهام المتعلقه بالقوى المركزيه الامريكيه، لان الجميع يعمل تحت هذا اللواء، يعني يعمل تحت قياده القوى المركزيه الامريكيه. وبطبيعه الحال كما تعلم مركزها في مملكه البحرين، وبالتالي هي لديها امكانيات وقدرات كبيره. اليوم بتشكل هذه القوى طبعا نواه لعمل ما يجري تخطيطه امريكيا، يعني الحديث عن عدم بطبيعه الحال دخول إسرائيل على سبيل المثال، يعني علامات استفهام تثار حول طبيعة الدور الإسرائيلي المحتمل، وهل هو موجه طبعا لما تم طبعا ارتدادات حرب غزة وإطلاق الصواريخ على إيلات على سبيل المثال، أم أنه له علاقة أيضا بتأمين الملاحة في منطقة مضيق ذات البندب وارتدادات جنوب البحر الأحمر، مناطق التماس، النطاقات الاستراتيجية حضرتك سيادة الناس. كل دي أسئلة بطبيعة الحال تحتاج إلى إجابة. حتى الآن الولايات المتحدة بتعلن تشكيل هذا التحالف في توقيت له دلالته من حيث التوقيت ومن حيث الأهمية، يعني كل التجارب السابقة ثبت أنها بطبيعة الحال بتثير طبعا طبيعة للدور الأمريكي، سواء كان الوحدات السابقة العاملة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا وحضرتك تعلم أنه الولايات المتحدة وإدارة هذا الرئيس الأمريكي كانت قد عزفت عن التدخل في منطقة الشرق الأوسط في مراحل معينة، إلى أن جاءت حرب غزة فانخرطت الولايات المتحدة في التواجد في الشرق الأوسط. أنا أظن أنه المخاطر والتحديات والتهديدات طبعا بطبيعة الحال يعني إطلاقها من إسرائيل تثير جملة من التساؤلات المهمة، وجزء منها مرتبط بترتيبات أمنية تجري في المنطقة. الولايات المتحدة بتقوم الآن بإعادة ترتيبات أمنية في منطقة الشرق الأوسط في مناطق التماس الاستراتيجية من امتدادات شرق المتوسط إلى المناطق المتماسة اللي فيها مخاطر وتهديدات. وحضرتك تذكر أنه إعلان التحالف
البحر كان موجه في مراحل معينة بعد اعتراض طبعا النقلات الخاصة أيام الحرس الثوري، ده كان في نوفمبر 2019، ثم ثلاثة تطوير دور ومهام القوى المشتركة، ثم طبعا القوة 153 مهامها، واحنا تولينا رئاستها فترة ثم سلمناها للولايات المتحدة بعد ذلك. طب دكتور، في تفاصيل كثيرة جدا مرتبطة بقى حضرتك بالمهام، بالأولويات، بالترتيبات الأمنية الجارية في منطقة الشرق الأوسط. طب أنا عايز أتمنى، واحنا طبعا بطبيعة الحال لدينا عشرات التحفظات على مثل هذه التحالفات وتوقيتها وتشكيلها وأهدافها العاملة الآن في منطقة الشرق الأوسط. ممتاز. في منطقة جنوب البحر الأحمر. ممتاز. دكتور طارق، طيب هنا دكتور طارق في عندي حاجتين مهمين انا محتاج افهمهم فعلا. اول حاجه هي مساله اللي حضرتك اشرت اليها، هي انه اطلاق هذا الاعلان ياتي في ظل الزياره لاسرائيل، يعني يعلن عن تحالف دولي وهو في اسرائيل، ادي واحد. اتنين، انه هو المهمه تحديدا ايه يعني، او بالادق جزء من التحالف ان تبقى في اسرائيل، يعني الامريكان عاوزين الاسرائيليين يضربوا اليمن؟ ده سؤال مهم. وهل هنا المجموعة العربية هتقف متفرجة، أنا بتكلم على الجامعة بكل ما فيها من أعضاء ودولها وعواصم القرار وكل الكلام الحلو ده، هيقفوا يتفرجوا على الأمريكان والإسرائيليين بيضربوا اليمن بزريعة إنه أصل إحنا بنضرب مجموعة جماعة أنصار الله وعبد الملك الحوثي، ثم إنه في حاجة تانية هي مسألة الأساس في الموضوع هو اللي بتقوم بإسرائيل مش عبد الملك الحوثي، يعني عبد الملك الحوثي استهدف مجموعة من المراكب، مركبة أو اتنين أو عشرة بسبب اللي بتعمله إسرائيل، فيبقى الصح إن أنا أوقف إسرائيل مش هروح أضرب اليمن. يعني أتفق مع حضرتك كابتن النائب في كل ما ذكرته بالتأكيد طبعا، لكن هو في نقطة مهمة حضرتك أشرت إليها، هو الإعلان من إسرائيل هو رسالة تطمينات لإسرائيل، يعني في الأساس أنه يعلن على هذا التحالف في إسرائيل هو ليس إجراء شكليا لكنه رسالة طمأنة لإسرائيل فيما سيجري من تهديدات. التهديدات وصلت إلى إيلات، وإيلات كما تعلم مش مجرد مدينة، هي فيها ميناء تجاري وفيها ميناء عسكري، فبالتالي الاستهداف هنا أيا كان شكل الاستهداف في إطلاق الصواريخ أو غيره. النقطة الثانية، هل هي ستكون هذه القوة وهذا التحالف في مهام دفاعية أم مهام استباقية يعني هجومية؟ إذا تم تكريس هذا المفهوم نستطيع أن ندرك بطبيعة الحال إنه ده يأتي في إطار كما أشرت لحضرتك الدفاع عن أمن إسرائيل، توفير الحماية الأمنية لإسرائيل من أي تداعيات بصورة أو بأخرى، وطبعا تأمين النطاقات الاستراتيجية ليها. القضية مش مجرد يعني التعامل في منطقة جنوب البحر الأحمر والملاحة البحرية وغيرها من الأمور التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، هناك خطاب معلن وخطاب غير معلن. الخطاب غير معلن هو الاستهداف، إنه تأمين إسرائيل بالأساس، وطبعا محاولة لخلط الأوراق كما أشرت حضرتك. الأهم الآن هو إيقاف ما تقوم به إسرائيل من أعمال وفي قطاع غزة، لكن ارتدادات ما يجري الآن هي أمور شكلية وفرعية ربما يتم التعامل معها. ولهذا أنا يعني أرى أنه عدم دخول أي دولة عربية في هذا التحالف حتى الآن، وعدم إعلان أي دولة عربية يأتي في سياق نحن نتحدث عن إسرائيل، وإن الولايات المتحدة تقوم بدعم إسرائيل بهذه الصورة، لا توجد دولة عربية أعلنت بالمناسبة دعمها وإعلانها لدخول هذا التحالف. هذا الأمر يؤكد أن احنا مقتنعين بإجراءاتنا، لكن زي ما قلت لحضرتك هذه الترتيبات الأمنية الأمريكية في الشرق الأوسط في مناطق التماس وفي النطاقات الاستراتيجية تؤثر بطبيعة الحال على الأمن القومي العربي، وسيكون لها تأثيرات كبيرة. والقضية مش تأمين الملاحة في جنوب البحر الأحمر أو في امتداداتها لمنطقة القرن الإفريقي وأيضا طبعا في المناطق المتمثلة الأخرى، لكن بالعكس هذه الترتيبات الأمنية توفر لإسرائيل أمان بصورة أو بأخرى. وبطبيعة الحال كما تعلم وكما أشرت أنه جزء منها هو مرتبط بالمهام الكبيرة للقوى المركزية الأمريكية العاملة في المنطقة واللي أعيد تشكيلها أكثر من مرة، وفيها مهام مشتركة وفيها مهام كبيرة، وإسرائيل بتتمتع بعضوية القوى المركزية الأمريكية، والولايات المتحدة بتديها صفات للدولة الأكثر عضرا ورعاية من خارج نطاق دول حلف ناتو، بالتالي هي بتتمتع إسرائيل بالترتيبات الأمنية أصلا من القوى المركزية والقوى المشتركة الأمريكية، بصرف النظر بقى عن انضمام إسرائيل لهذا التحالف أو عدم انضمامها. نحن يعني نشير لهذا إنه إسرائيل بتتمتع بكل هذه الإجراءات والتدابير الأمنية التي توفرها الولايات المتحدة، بالتالي الولايات المتحدة حينما تعلن هذا ويعلن وزير دفاعها من قلب إسرائيل هذا الأمر طبعا زي ما قلت لحضرتك هو مظلة داعمة لأمن إسرائيل وتحريضها على الاستمرار في أعمالها العدوانية
تجاه قطاع غزة حتى الآن. طبعا في ترتيبات أمنية ستجرى في القطاع وستجرى في مناطق أخرى، وبالتالي في ترتيبات إسرائيل تريد أن تكون جزء من الحماية الأمريكية اللي بتوفر لها كل هذه الأمور. أشكرك جدا يا دكتور طارق، كل الشكر دكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية.